إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، إن الوقت هو الحياة، والعاقل هو الذي يعرف قدر وقته وشرف زمانه، فلا يضيع ساعة واحدة من عمره إلا في خير للدنيا أو للآخرة، حتى لا يتحسر على هذه الساعة في ساعة لا ينفع فيها الحصر، ولا يجري فيها الندم، إن الوقت من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل الليل خلق يخلف النهار، والنهار إذ قضي الأمر وهم في غفلة، نحن في غفلة.
إذن ربي سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل الليل والنهار، لماذا جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف بعضهم بعضا لمن أراد أن يذكر؟ خبر فمو في الوقت خبر فمو خبو يا بديد لك هلكن ربي سبحانه وتعالى على مخرج خلكم بديد لك أبلو خخرادت مخناسا خيزتا أبلو خلكم فس أك ربي سبحانه وتعالى دي فما قابت أو أراد شكورا، هل يشكر الله؟ أين شكر؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكو الناس لم يشكو الله. قالت ربي بي ربي فيال وفكني قبين وفكني نياتين ويدي فيا خلنتي لمن فيادت أنينتي فيادت أنينتي شاركي منافقان قد سمبخه نغيا قد سمونته نغيا قد دي بالله عليك أسيب كرته عندي آدم بيه ربما في لايك ودو أتيرو تيتنا أليف كوني نابة مولين إيسان بين دنيا دن الرادة مدين دنيا دن الرادة مدين علمي لا سبرمي سلادة قد سلادة تنبيت حرامي في حرارة تنبيت يود لقا دي ستين داب تتمجد والعاقل الذي يدرك شرف زمانه وقدر وقته ولا تراه في ساعة من عمره إلا مشتغل بأمل نافع للدنيا وللآخرة. نعم هذا عاقل، هذا عاقل عاقل قرتين مربي سنفنف دنيا تنرت دنيا رتس واني سفيد قرتين هردف آخرت واني سفيد جلدين عاقل لي. ولكن وها هو نبينا يعلمنا أن الإنسان سيسأل، سيسأل عن ساعات عمره وعن أيام عمره وعن شهور عمره وعن سنوات عمره، وسيسأل الإنسان عن عمره كله بين يديه الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول أمري مالفتة مالفتة بالله أمريتي تيك توك رفتي مو فيسبوك رفتي مو دراما قرتي دبرا دردر بيرينيس قندا خيسا دراما مليلة كسوان كفا لا يذكرون الله. سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو ربي صدادا قندا ربي صدادا على خموف ديرنا ربي قدا صدادا تا دراما خيران أبدا يا ورق عند خيسة ديمين دراما وردبرا دردري أنتم هم الذين أفسدتم هذه دبرا وجي رومي تك خيسة تيسني تيسني دراما دردري أثباتني دراما إبليس إبليس تدفع تورات أنفط ما ربي نزدان لماذا تفسد
المفسدون عباد الله قبروا ترب بمان بل ليسوا بيتا متى إمين ما وان امتانا في قفر إن بيتني جول لن تكتوب قلتي وراء المخراء التوخينان قلتيني أكسمكا أكسمكا ودور الدراما بل يا إخواني نما قلتي ديرا جايبا فقلتي قرآن ودو قرمو هريبا خوج ورّا قرتي ودو والليسو هريبا خوج ورّا قرتي بل برواملاني سنية الدنيا تنبتي قرآن التبناني تكتوبة كان يتشاور لسن تكتوبة نت إنا لله وإنا لي راجعون قرآن إني قراما إني أركان كنجا أليس هذا فساد أليس هذا فساد في الأرض اتق الله أيها الشباب يا درجة جيسكي يا رب سدادا هاولك يا رب سدادا أيو يروتي درامة تنفقين درسين كنو غنم الله إلى غرغر إيه غنو خوت درسين مسجد ربي أفان قبلي جلتا شمرن أفان قبلي جلتا درجة جيسي أفان قبلي جلتا مرمون دور أفان قبلي جلتا أختي تايمي جيدي فايدا لما تواسي تنفيذ سلامي إذن وآفر الرب النوافة أمري ديماني في الدين هريد الهدي في الدين مال الرب الدين وريا لان وريا لان وري حلال وري حلال مور تهران وفي رواية أبدا لن تتحرك من أرض المحشر من موقف الحساب بين يديه رب العالمين حتى تسأل عن أربع كيف قضيت الأيام كيف قضيت الساعة يا عبد الله اتق الله اتق الله الوقت يمر مر سحاب ونحن في غفلة وقد هدرنا القرآن قرآني الراقرتين ديني تموت لنا غفلة من تغيس من غفلة أشد ما تحذيرا حتى أنه ليجعل أهلها حقب جهنم ورقت غافلة قرآن بالدكة ربي سبحانه وتعالى قرآن يغضب ورقت غافلون ورد دراما في فيسبوك نيني في تيك توك مرات أولاني مليني أتجرى عجب الله عجب يا ورد دراما الرؤون يا ورد تيك توك الرؤون عجب لك أنت غافل ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وبين يدي الملك سيعلم الذين خسروا أنفسهم وضيعوا أوقاتهم وأعمارهم أنهم ما لبثوا في هذه الدنيا أي نعم وبين يدي الملك أمام الله فول ربي درت سيعلم الذين خسروا أنفسهم أبو رجعتي لبنات كم لبثتم في الأرض عدد سنين أبو لبوس هل أنت تقتل قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم هؤلاء الكافرين لا نعلم لبثنا يوما أو بعد يوم إن بين مبوياتكم ومبوياتنا فسأل الله الدين والروا لك هنغافتا دنيا رغبت من بين الموت قصرانا بوان نايروبي تنا نمان تايمالي اما تقول شاء وان انت يريدون بيو سنجا شوف لا لا حقنا فقط حقنا خانا قرتي خلو البوزاتي وابود مو حواسا فابود مو بيا فابريتا خانا خانو بوزاتون بين خانا وان كيسا جرون بين Ang kumanto ngayon ng bayo, kung wanin mo na
تيكتوك ساغتا يوتيوب ساغتا لا يبالي بلنكي سبلنكي حتى ويتم وان كان غدو اللي وصوان كين اللي تكسير نابرت سلاوان دائبات لا يعرف أركان صلاة بيت واجبات صلاة بيت سنة صلاة شروط صلاة بيت إذن وقال صلى الله عليه وسلم يا ربي مرجي ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حصل عليها نعمتان مغبون فيه كثير من الناس نعمة الصحة ونعمة الفراغ تنتغي زيه الله نعمتان مغبون فيه كثير من الناس أنا نيلة ما تنملي يدوك إذا الدقمي أكمليتي نعمة الفراغ ونعمة الصحة سي فياك ومم ميك المطوبة تنسدكم ميك فياك أبدا أنا ربي ناس لفديك أنا قليك أنا قليك يو نقالي أنيسا ننكبو نمو نبيل النديسة يخوتي مالي نكالتي إمو فياك ونطوبة ما بيهن يو دكو بسدي أمو هسبتالة نكال يا ربي يو أنا مخاف مسجيدة غيتي أمو تلوها بروبيتا سيسين فألم ربي في أتوما أنها سمالينا ربكتي ستي مسجيدة خلال ماتي غيتي أمو سيو سينا كالي هنگم كمو نمني كاس جيسين وري كاس جي غيرتي مسجيدة خلال غيرتي سينيسي ولار را غيرتي كنرا مسجيدة خلال وغابتن بينا هنگم كمو ري كاس جيسين مي وري كنا هم هل يلعبونا اينو تبدن لبو ساني تبدن لبو إساني تبدن ميزان التوابل إذن خير الناس من طال عمره وأحسن عمله خير الناس خير الناس قال إنما ولا قلت يا روس هاني تفيدهم إبادة مسجد تنقر ويتدوكم سجدت ركعت إنكم ما بعد لا ورد إلى ما نخاف عليه، ورجل كنت براوي جند خيسا، جالس جالس دلقة، ألسينة وان فلجو، إنت لما تيجي خلوا ما، توني زمان دي ميفتة، إشاوت جوان إنت أنا وتدوبك، أكبر خسارة حياة، أمة حياة حياكم، أمة سفوم براوي الحياة من الإيمان أين الحياة؟ ميك أمثل الحياة والإيمان كلنا جميعا لأنه إيمانا قد غوان في تقبات إلى وجوان في ديت هؤلاء جهال الناس أفسد البلاد والعباد على خطر قدرهم على خطر مع ذلك حناولي الرامة رب الرامة ربنا قرم ديمو ديمو قندو هل لك إن يقول كم تاو ديمو قندو دو بدا مي أكيخو نمبو والله إنه تقو نمباش أكيخو نمباش قال صلى الله عليه وسلم الكبار ربي مالدي خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله أي ناس أنت أتبيني خمر رأت خمر رأيبات أتخرب بي نمري نيريسي خيري لدبمو أتخرب بي نمري نيريسي بدي جليد حتى كتشا قرتي وانا تدبتو الدنيا دون بدون شير بوت أنت كذاب كجيبا دراما كجيبا أتي كجيبا كجيبني أتي تلاقي كم قفتي سيدا وان عند خيس جرو دراما بونا جدمان وان عند خيس جرو دراما ما بدو تقرأنا رب بيما ما تقولش كبعد أي شيء أي دين أنت إسلام ما يمتى أتي تلا مسلمات أتي تبقى مسلمات وان من نقبض بنا
ሁሉ አሲ ሂጅባ ፉፋ ጉብራዎች ደርደራዎች ምን ለኔ ካላላ አይዲኒ ናዳ لماذا تفسدون العباد والعباد والبلاد إذن حرصوا على الأوقات قبل الساعات حرصوا على الدقائق الحرص على الدقائق قبل الساعات دقيقة رتبولني دقيقة أفبولني ساعات وقت دقيقة هذه تفيد لله عليك يقول حسن البصري رحمه الله أدركت أقواما أدركت أقواما ومذكرون لك بيدي كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم ومذكرون لك بيدي zero salit akambolo dinara khaysani di dirhama khaysani di dollara khaysani di qarshi khaysani di shilgi khaysani wara akaya osa khaydan akhiran rabb sadada awri gerte tiktok gubat quran tibantani kaina man kana quran tibantani da nastan tak wari dirama yero te safittan والدراما قوموا ياتن اتقوا الله رب سدادا حرام عليكم صلى الله وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين